اشترك في قناتنا رويش تي في ليصلك كل جديد أولا بأول. علاقة الحب المثالية من وجهة نظر كل برج من الأبراج. كل شخص يملك تصوراً خاصاً به عن علاقة الحب المثالية. التصور هذا حين يتلائم أو يتشابه في أماكن عديدة مع تصور شخص آخر، غالباً ما تكون النتيجة علاقة ناجحة. بطبيعة الحال ليس بالضرورة التطابق الكلي، بل تطابق ولو جزئي يكفي. الاختلاف الكلي في هذه التصورات يعني مفاهيم مختلفة لما يجب أن تكون العلاقات عليه، وبالتالي تصادم وعلاقة فاشلة. إليك العلاقة المثالية من وجهة نظر الأبراج. برج الحمل. العلاقة المثالية بالنسبة للحمل هي تلك القائمة على التجدد وعدم الثبات في مكان واحد، والقيام بأمور جديدة بشكل دائم. الملل عدو العلاقات بالنسبة للحمل، وإن لم يجد ما يثير اهتمامه وبشكل دائم في علاقته فهو لا يمكنه الاستمرار. السفر معاً، وضع مخططات جديدة لعطلة نهاية الأسبوع، تعلم الأمور الجديدة هي كل ما يريده. التجدد والحماسة والحيوية. برج الثور. بالنسبة للثور، العلاقة المثالية هي حين يكون على الصفحة نفسها مع شريكه، وأن يكون في علاقة لا يختبر فيها مشاعر الغيرة. التأكيد والتعبير الدائم عن الحب والعاطفة والمشاعر جزء أساسي من تصور الثور لعلاقة الحب المثالية، فهو يحتاج إلى تأكيد لفظي وعملي من الشريك على حبه. برج الجوزاء. العلاقة المثالية بالنسبة للجوزاء تشمل مجموعة من الأصدقاء المشتركين الذين يمكنكما الاستمتاع برفقتهم وخوض مناقشات محفزة فكرية معهم. الجوزاء وفي علاقته المثالية يريد كل يوم أن يختلف وبشكل كلي عن اليوم الذي سبقه. برج السرطان. من وجهة نظر السرطان، العلاقة المثالية هي تلك التي تكون مع شريك يمكنه أن يعرف ما الذي يشعر به والذي يفهمه من دون أن يكشف له ذلك. السرطان يريد شريكاً حساساً يشاركه روتينه اليومي وحياته التي يحبها، البسيطة والبعيدة عن التعقيدات. برج الأسد. العلاقة المثالية للأسد هي تلك التي تضمن إمضاء الكثير من الوقت معاً والكثير من الوقت الخاص لكل واحد منكما. الأسد يحتاج لمساحته كي يتمكن من شحن طاقته، وذلك من أجل منح من يحب كل العاطفة. الشريك الذي يحلم الأسد بالارتباط به يجب أن يكون ذكياً وقادراً على خوض النقاشات المثيرة للاهتمام معه، والذي يملك أهدافاً خاصة يسعى لتحقيقها. برج العذراء. العلاقة المثالية بالنسبة للعذراء هي تلك التي توفر له مشاعر الأمان والهدوء. البرج هذا يحتاج لشريك واضح ومباشر، لا يحب ممارسة الألاعيب لكونه من الأبراج التي تعيش حالات مستمرة من التوتر والقلق. وعليه فهو يحتاج لشريك يساعده على التخلص من كل هذا القلق من خلال علاقة واضحة وبسيطة. برج الميزان. العلاقة المثالية للميزان هي التي تتضمن حياة اجتماعية نشيطة خالية من المشاكل والمشاجرات، أو في الحد الأدنى تكون فيها المشاجرات ضمن الحدود المقبولة والمعقولة. الميزان يحتاج لعلاقة تمكنه من المحافظة على كل صداقاته مع الآخرين ولا تضعه في موقف عليه الاختيار بين الأمرين. برج العقرب. العلاقة المثالية للعقرب هي تلك التي تكون واضحة تماماً من دون أكاذيب أو لف ودوران. البرج هذا يريد أن تكون العلاقة كتاباً مفتوحاً حيث لا مكان لأي شك، بل ثقة كاملة بالآخر. للوصول إلى هذه المرحلة، العقرب يحتاج لمعرفة كل شيء عن الشريك منذ بداية الحياة وحتى لحظة الارتباط به.
برج القوس. القوس لا يحب أن يتعلق به الشريك أكثر مما يجب. العلاقة المثالية بالنسبة إليه هي حيث للمرح والطاقة الإيجابية مكانهما الدائم. القوس يحتاج لمساحته الخاصة للقيام بما يريد القيام به، لذلك فهو يحتاج لشريكة مستعدة دائما لمرافقته والقيام بكل ما يقوم به. برج الجدي. العلاقة المثالية بالنسبة للجدي هي التواجد مع شخص يقدره ويسانده ويدعمه في تحقيق أهدافه، لأنه بالتأكيد سيقوم بالمثل. يحتاج إلى شريك واثق بنفسه يتحداه ويجعله يشعر بالراحة الكافية كي يكشف له عن شخصيته الحقيقية. برج الدلو. العلاقة المثالية بالنسبة للدلو هي تلك القائمة على أسس صحية. التواصل هام جداً بالنسبة للدلو، فهو لا يريد مناقشات عقيمة لا تؤدي إلى أي نتائج ملموسة، بل يحتاج إلى شخص يمكنه أن يحل الأمور من خلال النقاش ثم الأفعال. العلاقة المثالية هي التي تتضمن التضحية وتكريس الذات بعيداً عن الغيرة أو التعلق المبالغ به. برج الحوت. العلاقة المثالية للحوت هي تلك القائمة على المفاجآت الرومانسية طوال الوقت. ليس بالضرورة أن تكون مفاجآت ضخمة، بل التصرفات البسيطة التي تلامس قلبه تكفي كي تجعله يشعر بالحب. يحتاج إلى علاقة تسير بخطى ثابتة مع شريك يستمع إليه.